فاحنا عايزين كده في البداية دكتور نفهم المشاهدين او نعرفهم واحنا كمان نعرف معهم ايه الفرق بين الوباء والجائحة، ويا ترى احنا في وباء ولا في جائحة؟ تمام، ده سؤال مهم جدا. شوف يا حضرتك، الوباء لما يكون الفيروس او الميكروب مختص ببلد معينة وما خرجش منها، فده بيسمى في العرف الطبي وباء. اما انه يخرج وينتشر في جميع انحاء العالم او يخرج بره حدود الدوله دي للدول المجاوره، فهنا يسمى بالجائحه. وحضرتك ليه بقت جائحه؟ زمان كان بيبقى السفر بين البلاد ضعيف جدا وقليل جدا ونادرا. دلوقتي اختراع السبل الحديثة، الطيران والبواخر والطرق البرية والطرق السريعة، كل ده خلى العالم كله زي قرية واحدة. لو حاجة ظهرت في مكان صغير، حتى لو مكان مش شرط غني فقير، دولة غنية فقيرة، طبعا سريع ما ينتشر في جميع أنحاء العالم. وده الفرق بين الجائحة والوباء. أقلهما تأثيرا وخوفا هو الوباء، لأنه بيبقى مختص بدولة معينة سهل التحكم فيه ما لم يخرج بره حدود هذه الدولة. طب ليه احنا شايفين فيروس كورونا ده يا دكتور شرس كده وفي وفيات بتبقى كتيرة، على مش بس في مصر، في مصر طبعا النسب بتبقى قليلة جدا بالنسبة لبلاد كتيرة جدا في العالم، ليه احنا شايفين ان هو وباء شرس والدول كلها عاملة له حساب كده؟ هقول لحضرتك، يعني لانه نسبة الوفيات الى حد ما بقت عالية، لكن احب اطمن السادة المشاهدين وحضرتك لن يمر على البشرية وباء مثل وباء الانفلونزا الاسبانية. واحب اذكر ان هي مش اسبانيه، ان هي كانت في اسبانيا، لا، هي جاي كل الفيروسات والامراض الفيروسيه كلها بتيجي من جنوب شرق اسيا. بس نسبه الوفيات لو اقولها لحضرتك او الساده المشاهدين او من يستمع البرنامج، هتلاقيه من 40 ل 50 مليون فرد. ومش عايز اقول لحضرتك يعني الرقم ده تعدى مجموع القتلى بتوع الحرب العالميه الاولى والثانيه. مجتمع الفيروس ده اللي هو الانفلونزا الأسبانية أكتر منهم. وليه سمي بالانفلونزا الأسبانية؟ نسبة إلى أن معظم الوافيات كانت موجودة في بلد اسمها أسبانيا، فسميت بالانفلونزا الأسبانية. وبعد 90 سنة، بعد ما يعني نشوف حضرتك بيرجعوا للكاديفر أو للجثة، بعد 90 سنة لقوا أن الخلايا التائية موجودة ضد موجودة في جسم الإنسان. أيوة. تمام يا فندم. يعني عايشة كمان مع الشخص موجودة اللي توفى بسبب الإنفلونزا الأسبانية. مظبوط. الخلايا التائية اللي هي بتحارب الفيروس. حضرتك الكورونا أصلا فيروس موجود من زمن، بس طبعًا هو اتسلط عليه الضوء. هو أصلا تم اكتشافه أول ما تم في ستينيات القرن الماضي، تحديدا 1963، وتم التنويه عنه من بعيد في التسعينات، لكن ظهر اكتر في لما بقى سارس اللي هو سيفير اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، ظهر اكتر في الالفيه الثالثه، ظهر جدا. ومشكلته بالسارس والسارس كوفيد بعد كده. مش عايز اقول لمعاليك يعني والساده المشاهدين، هو في كذا سترين منه، مش كوفيد واحد ولا اتنين، لا، ده في 7. ما هو بالظبط ان هو يوصل ل 19، وده غير المتحورين من هذا الفيروس. التحور بتاعه شديد وسريع، وعشان كده كل سنه بيظهر منه ترند جديد او زي الدلتا واوميكرون. يعني هو في مسميات كتيره، يعني ظهر بعد التحور دوت اللي هو من 2019 لغايه دلوقتي في تحورات بتظهر. تمام بالظبط كده حضرتك، لدرجه ان العلماء خايفين ان الحروف اللاتينيه نفسها ما تكونش كافيه لتسميه هذا الفيروس تحديدا اللي هو الكورونا او الكوفيد 19. طب ليه بتصيب الجهاز التنفسي بالاخص يا دكتور؟ تمام حضرتك، الفيروس ده لازم كلنا نعرف، وحضرتك طبعا قراءه ممتازه، ان الفيروس ده بره الجسم شيء ميت، لكن حياته ان يدخل الجسم ويدخل الخليه عشان ياخد الاكسجين منها ويستمد الحياة. بيسخر الخلية نفسها لحياته، هو تقعد تعمل ريبليكيشن أو دوبليكيشن، إن هو استنساخ. بيبقى مؤثر على الار ان ايه بتاع او النيوكليك اسيد بتاع الخليه، يامرها ان هي تنفذ له تعليماته، استنساخ ملايين الفيروسات اللي تخرج عشان تغزو ايه
خلايا اخرى، مليارات الخلايا بيتم الاصابه بيها عن طريق البريسكريبشن، لكن ممكن يكون اللي داخل عدد مش كبير، لكن استنساخه جوه الخليه هو المشكله، وبالاخص الجهاز التنفس لانه هو يحتاج الاكسجين للحياه. ولما بيدخل الخليه بيطرد الزنك، عشان كده الخليه اللي فيها زنك كتير هو ما يقدرش يدخلها، هو بيطرد الزنك عشان كده في البروتوكول بتاع العلاج بناخد الزنك. تمام يا فندم. وبناخد فيتامين د. تمام بالظبط كده. وحضرتك المشكله الاكبر ان هو بيطرد ايونات الحديد بمليارات من الخلايا. هذه الأيونات الحديد أين تختفي؟ تختفي أو تبتدي تدخل خلايا العضلات. عشان كده المصاب بالكورونا يقول لك أنا مش قادر أتحرك، أنا رجلي زي المشلول، أنا عضلاتي، أنا حاسس بتكسير في كل جسمي بسبب أيونات الحديد المترسبة في الخلايا العضلية للجسم كله. طب دكتور احمد، بس بعد ما الناس بتخف من كورونا وبتاخد المضادات الحيويه وتمشي على البروتوكول وبتقعد مثلا من بين 15 يوم ل 20 يوم، للاسف ممكن يكون نسبه الاكسجين في الجسم بترجع مستقره، الكلام ده كله، بس لسه بتبقى جسمهم متكسر، وبيبقى فيه كمان حاجات تانية بتتعرض يعني لمشاكل اكبر، مثلا زي عدم التحكم في الغدد، تكسير في العظم، خمول، بيبقى مش قادر يرجع بطاقته الحيويه زي الاول. ليه كل ده؟ عشان يا ترى الحديد برضو في الجسم يعني الكورونا بتصيب برضو الحديد وبتخليه يضعفه، ولا بسبب ايه؟ تمام، زي ما حضرتك ذكرتي بالظبط، ايونات الحديد اللي هي اترسبت في العضلات بتاخد وقت طويل، زي اللي هو اللي بيلعب كره قدم نزل يلعب مره واحده، ايه اللي بيحصل له؟ بيحصل له شد عضلي. أيوة. لان ما عملش حاجه اسمها الفتنس او الليونه او المرونه للعضلات. أكيد. فمن هنا برضو وجود الايونات الحديد داخل خلايا العضلات بيحتاج وقت قد يقصر وقد يطول عشان الخلايا تقدر تتخلص منه بسبب هذا الفيروس. بس في البروتوكول ما فيش حديد يعني. هقول لحضرتك، لا هو بندي فوليك اسيد عشان بالظبط كده نساعد على امتصاص هذا الحديد، يعني بندي فوليك اسيد للناس اللي بتعاني من مشاكل في تكسير العظم بزياده او فضلت سايبه اثر معاها، بنديهم فوليك اسيد وحديد ولا فوليك اسيد؟ فوليك اسيد اهم. وحديد لو اتضح ان عنده نسبه انيميا اقل من 11 او 10 عشان كده بيتعمل هيموجلوبين في الدم اللي هي صوره. تمام، صوره الدم الكامله لحضرتك. وحضرتك ذكرت حاجه مهمه جدا، ان ليه الانسان بعد الاصابه بالكورونا بيبقى عنده مشاكل صحية أخرى؟ ده حضرتك بنسميها إحنا بوست كوفيد سندروم، أو أعراض ما بعد التعافي، المتلازمة ما بعد التعافي، اللي هي أحيانا يبقى في صداع، دوخة، عدم اتزان، ألم في المفاصل، ألم في العضلات، صعوبة في التنفس، يعني حتى الأكسجين لما نقيسه في الدم نلاقيه ما بيبقاش 97 99، يبتدي بالزبط. إيه يبقى 95، أما يجي ينام بيبقى معظم أجهزة الجسم شغلها ضعيف أو في أقل معدلاتها، نلاقي الأكسجين ينزل 92 93. هذا لا يدعو للقلق، لكن دايما نقول إيه، الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم. لازم الإنسان مننا يمارس الرياضة بصفة دورية وبصفة يومية، وعلى مدار حياته كلها الرياضة بتمنع كتير من الأمراض. وحضرتك ذكرتي حاجة مهمة جدا، إنه شمعنا بيصيب الجهاز التنفسي بالظبط؟ في يعني حضرتك المتحورات منه بيصيب كمان الجهاز الهضمي، وأحيانا حضرتك يعني في حاجة اسمها سايتوكاين ستورم سيندروم، أو بتسموها العاصفة السايتوكاينية، دي مشكلتها إن في اليوم السابع للعاشر من أعراض الكوفيد اللي هي ما تمش علاجها بيبتدي الفيروس يطلع مواد التهابية شديدة اسمها انترليوكون 6 وانترليوكون 1 و2، والفيريتين تلاقيه يبقى عالي جدا. بالظبط. تمام. فالمهم كل ده حضرتك بيبقى دلالات أو مؤشرة إن ممكن المريض يدخل في حاجتين مهمين جدا، أكيوت فالمنت مايوكاردايتس اللي هو تفجر عضلة القلب، أو يدخل في بالمونري امبوليزم أو السدة الرئوية. اللي هي سعادتك زي ما قلت إن في كتير من الشباب ذكرتي بيموتوا في سن صغير، نتيجة الإصابة ما بيلحقوش حتى يا دكتور للأسف إن هم يخشوا بالزبط المستشفى نتيجة السدة الرئوية. ومتى ما حصلت السدة الرئوية أو بالمونري امبوليزم حضرتك، بيبقى الأكسجين اللي في الجسم اللي داخل أو واصل للمخ يكاد يكون معدوم، فبيحصل. وبعدين حضرتك خلايا المخ الوحيدة اللي في الجسم
التي إذا ماتت لا تحيا. يمكن خلايا الجسم كلها إذا ماتت غيرها ممكن تحيا. يحيا مكانها وتيجي مكانها، اللي هو بنسميها هايبرتروفي أو التضخم، يعني الكبد حتة تليفت تلاقي حتة تانية ممكن طلعت وهكذا، مع الأدوية مع الكلام ده ممكن ترجع تاني. الرئة حتة تليفت حتة تانية تاخد مكانها، زي العين بالظبط، حكاية السيمباثايزنج أو المواساة. لو في واحد عينه اليمين وجعته لا إرادي أو بدون ما يشعر يلاقي الشمال الشمال وجعته كمان برضه وجعت، بعديها بفترة اللي هو السيمباثايزنج. حتى يقول لك هو يا ترى عشان أنا عملت مجهود على عيني التانية لكن هي لأ، لا هي هي بس عشان هي السيمباثايزنج قريبة من المخ قريبة فأوريدي. بالظبط كده. فخلايا المخ الوحيدة اللي لو ما وصلهاش أكسجين أو سكر بتموت على الفور، وإذا ماتت لا تحيا مرة أخرى ويحدث الوفاة السريعة. طب دكتور، ساعات حتى الاشخاص للاسف كمان اللي هم ما بيحصل لهم حاله الوفاه على طول، حتى يقول لك انا جالي صداع بسيط وما كانش عندي اي اعراض لكورونا. يعني احنا دايما بنسمع في اعراض الكورونا ارتشاح مناخير، صدر مقفول، تكسير في العظم، سخونه الى نسبه ما، لكن في للاسف ما بيبقاش عندهم اي اعراض، وده بتبقى الخطوره بقى. يا ترى بقى ليه ما بيبقاش عندهم الاعراض وممكن يؤدي للوفاة على طول بدون أي إنذار؟ يا ترى كان عندهم أمراض سابقة يعني ما كانوش يعرفوا ولا إيه؟ كلام حضرتك مظبوط، إن أحيانا يبقى الإنسان مننا يعني شوية ما فيش الميديكال كير بتاعه كويس، وما بيهتمش، لا بيقيس ضغط ولا بالظبط ما بيتابع بيعرف. ولا حتى بيروح يكشف، حتى لما يروح للدكتور ويكتب له الدكتور روشتة أو في ساعات المستشفى للأسف ما بياخدش العلاج. ما ياخدش العلاج، يقول لك أنا كفاية عليا إبرة، لا أنا ما بحبش أخد الدواء. وده بنسميه الكومبلاينس أو تعود إطاعة الأوامر للمريض عندنا إلى حد ما مش قوية، يعني مجرد ما ياخد دواء وخف ممكن يسيب الدواء بقيته، رغم ان ممكن تحصل له انتكاسه وارتدادا للدور اشد مما كان. يعني حتى اللي حضرتك بيصاب بدور الكورونا خفيفه في الاول ممكن ما يعرفش، لو وما يعرفش وعداها لان مناعته كويس، أكيد. ممكن حضرتك لو اصيب مره اخرى، وده وارد حتى لو واخد التطعيم، يصاب بالكورونا مره اخرى تبقى أشد ضرارة فعلا من المرة الأولى، صح. وتبقى مضاعفاتها أكتر لعدم الالتزام وعدم اتخاذ الخطوات الاحترازية اللازمة للحماية من الإصابة. وطبعا حضرتك ست عارفين إن الإنسان مننا يجب عليه إنه يحترس من كل شيء، ويقدم اللي زي ما بنقول إنطار وقاية خير من فدناية. طبعا أكيد، وده اللي احنا بقى عايزين نتكلم فيه يا دكتور. يعني حضرتك زي ما قلت ان هو ساعات لما بيجي في اول مره بيبقى خفيف وتاني مره بيبقى شد، او العكس ساعات بيبقى جاي في اول مره شديد جدا وما بيجي له تانيه بتبقى الاعراض اختلفت، مثلا بيجي له مغص في البطن، وبالذات مريض السكر يا دكتور. تمام. عايزين نتكلم عن مريض الضغط اللي هي امراض المزمنه اللي بنقدر نقول الناس تبقى كير، وان هم يهتموا ان هم برده ياخدوا اللقاح، بس خلي موضوع اللقاح نخليه في الجزء يعني الاخير من الحلقه ان شاء الله. بس نتكلم دلوقتي عن الامراض المزمنه. تمام، حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا، الفيروسات والبكتيريا والجراثيم. دايما أنا أحب أنوه وأقول لولا الجراثيم والبكتيريا والميكروبات ما كانت على الأرض حياة. أكيد. إزاي؟ لو من منذ البداية الإنسان مننا توفاه الله، كيف يتحلل وكيف يموت؟ كيف يتحلل؟ إزاي حضرتك؟ لازم يتحلل عشان يدي مساحة لغيره يقدر يعيش، وإلا الأرض كانت كلها تبقى أموات. أكيد صح. على قد ما هي مرعبة وعلى قد ما قد تكون سبب في الوفيات، هي سبب من أسباب الحياة. ودايما الأمراض بتصيب الإنسان اللي هو جيناتيكالي ضعيف من ناحية جينية، أو صحيا ضعيف، يعني زي ما بنقول الطبيعة تختار لبقائها الأقوى صحيا مش الأقوى بدنيا. صح، يعني فعلا. ممكن يبقى إنسان طويل عريض وفي، لكن وللأسف تلاقيه زي ما بنقول في أمراض الدنيا. تمام، زي حضرتك مرض اللي هو الجيجانتزم أو العملاقة، تلاقيه ما شاء الله 2 متر طول وعرض لكنه ضعيف جدا صحيا، مريض وليس سليم. صح. وتشوفيه حضرتك يعني تشوفيه تتخض تستغرب ان هو ازاي، تمام، وممكن يبقى عنده عنده لياقه سكر وضغط صح وعنده فعلا. هشاشه في العظام وعنده نقص فيتامينز. بيبقى المشكله عندي سعادتك مش في الجسم ولا شكله ولا طوله ولا عرضه، لا، الصحه. يعني دايما انا اقول ان اعلى مراتب الرزق هي الصحه والستر والعافيه، وادنى مراتب الرزق هي المال والجاه والسلطان. دي فعلا حقيقة. للعقلاء
من يعقل هذا يعلم تمام ان الصحه هي اهم شيء. وشفنا في نماذج كتير جدا للاسف كده. لناس كتيره يعني حتى كانت نماذج مش في مصر بس بره مصر، جات لهم واحد راح انتحر علشان فقد اسرته كلها بسبب ان هو في كورونا، وهو كان رجل اعمال وملياردير يعني ملياردير ايطالي بالظبط، ورمى نفسه من كتر من ملكه ما هو من ملكه من اقصى ارتفاع في ملكه 34 دور بالظبط، من كتر ما هو عمل له ايه المال وعمل ايه لاسرته، وفقد اسرته بالكامل يعني في كورونا. حضرتك ذكرتي حاجه، من اعتمد على ماله مال صح، فالصحه والستر هي اهم شيء طبعا، وربنا يمتعك يا رب جميعا دايما وكل المصريين وكل العالم رب كله، ونعيش في سلام وامان دايما اكيد. طب تفضل. نرجع تاني يا دكتور لموضوع كتير برضو تحاليل، يعني في ناس تقعد لغايه دلوقتي تقول لك طب ايه اللي بيبين؟ ساعات بنعمل البي سي ار ما بتبينش، ساعات بنعمل اشعات هي الحاجه الوحيده اللي بتبين الاشعه، ونسب التحاليل الدم بتبقى قليلة ساعات، يعني زي ما حضرتك قلت الفيراتين بيبقى النسب فيها بتبان بس بتبقى ممكن قليلة، والشخص أعراض عنده جامدة جدا بيبقى عنده السخونة، وساعات الأعراض دي في دايما يقولك اعمل التحاليل والأشعات بعد 5 أيام من الأعراض، يعني خلاص انت حاسس بتكسير في العضل، فقد حاسة الشم والتذوق، فقد اي حاجة منهم، ده مؤشر ان انت عندك كورونا، بس بعد 5 أيام اعمل التحليل عشان تبقى ظهرت في الدم. بيعملوا تحاليل انها تبقى في الدم ما بتبقاش مبينه، الحاجه الوحيده اللي بتبين الاشعه. خليني اقول لحضرتك حاجه، نسمي الكورونا حدوته مصريه. لو احنا هنلخصها في كلمتين ثلاثه حضرتك او في جملتين، هنقول ان ما فيش حد في البلد من اكبر لاصغر حد ما جالوش كورونا. ايوه صح. يكون في علم حضرتك والساده المشاهدين ان 70 ل 80% من الشعب المصري اصيب بالكورونا، علم من علم وجهل من جهل. صح. الاهم عندي المناعه بتاعت الجسم ده شكله ايه؟ صح. ما هو بياخدها زي ما كنا الاول نقول لك ايه؟ انا خدت دور البرد على رجلي ومشيت بيه يومين ثلاثه وبقيت كويس. اهم حاجه في الالتهابات الفيروسيه الراحه التامه قبل العلاج، يعني حضرتك ذكرت المضادات الحيويه. المضادات الحيويه ليس لها اي رول او اي دور في علاج الفيروسات، لكن احيانا ليه؟ مش هي بتقتل البكتيريا يا دكتور؟ ايوه بالظبط، حضرتك ذكرت حاجه مهمه، هي بتقتل البكتيريا. طب اللي اصيب بفيروس. ايوه. لكن لما بيتصاب الانسان مننا بفيروس، مناعته بتبقى عاليه ولا واطيه؟ الفيروس نفسه بمهاجمته جهاز المناعه الدنيا بتقع او المناعه بتقل الى حد ما. تبتدي البكتيريا تنشط، وبعض البكتيريا والجراثيم اللي جوه الجسم تبتدي تنشط، زي ما بيقول لك ايه، دي وقعت فكترت سكاكينها. فالمفترض ان المناعه بتقل مع الاصابه، فايه اللي بيحصل؟ ان الانسان مننا للاسف بتقل مقاومته، فتطلع البكتيريا تعمل له ممكن التهابات رئويه، البكتيريا اللي هي المكوره السبحيه او المكوره الرئويه تبتدي تعمل له التهابات في المخ، واحنا شفنا حتى التهابات في الرئه والتهابات في المخ كمان، فشفنا حاجات كتير نماذج صعبه. مفيش العلم ليس له حدود والمرض أكيد. ليس له حدود، زي ما احنا بنحارب وبنخترع وبنعمل ابحاث، الفيروسات والبكتيريا والجراثيم كذلك بتحور نفسها عشان تقدر تواجه الحرب الضروس اللي بيتم عليها من قبل الانسان. عشان كده يا دكتور احمد احنا عمالين كل سنه نقول ان شاء الله السنه الجايه هتختفي، مع طبعا المناعه المجتمعيه ان شاء الله هتختفي، بس احنا للاسف بنلاقي فيها تحور. تمام حضرتك، يعني حضرتك الجو بيبقى ساقع جدا، بتلبسي ايه؟ حاجه عشان تدفي الجسم. تقيله، ما ده تحور اللي هو اكليماتيزيشن، ان انا بتاقلم على الجو ده. صح. طب والجو حر بلبس نص كم او قط، فده اسمه التحور او التاقلم، يعني في انت خلاص ابتديت تظهر لي التهاب فاكسينات وابتديت تحاربني ضد الفيروسات، انا الفيروس نفسه مش هيسكت، هو بيتحور داخل الجسم، وساعات الجسم نفسه هو اللي بيخليه يتحور. ازاي حضرتك؟ يعني دخل للخليه، الخليه يجبرها تستنسخ ملايين الفيروسات الكوبي أكيد. الملايين دي بيحصل لها في الريبوزوم بتاعها اختلاف، الاختلاف ده نفسه يبقى متحور، يطلع حاجه جديده خالص مقاومه لكل العلاجات سواء ضد الفيروسات او العلاج الداعم للمصابين بالفيروس. فيعني زي ما احنا بنحاربه هو كمان بيحاربنا، وهي الى قيام الساعه هتظل الـ العلاقه التضاديه بين العلم
والبكتيريا والجراثيم والميكروبات اكيد يا دكتور احمد. قائمه دكتور احمد معانا اتصال تليفون الاستاذ احمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ احمد. انا فريق فندم. اهلا بيك يا فندم. سؤالك للدكتور احمد. ازيك دكتور احمد؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا يا فندم. معلش كنت عايزك حضرتك بس واسالك ايه راي حضرتك في لما نروح للدكاتره يقولوا لنا مبدا اشتباه كورونا، ايه الفرق بين الكورونا واشتباه الكورونا؟ تمام سؤال حلو جدا يا استاذ احمد اشكرك عليه. عندك اي سؤال تاني؟ ربنا يجازيك خير. شكرا شكرا لحضرتك يا حضرتك. هو زي ما اتفقنا وقلنا المرض في اوله اي فيروس ليه فتره حضانه، سواء التهابات فيروسيه ار ان اي او دي ان اي. مشكله الكورونا انه ار ان اي فيروسز، الار ان اي دائمه التحول، يعني ما هو في كوكساكي وفي ادينو فيروس وحاجات فيروسات البرد والانفلونزا تتشابه اعراضها مع اعراض الكورونا بالزبط. وده امر عادي. فبيحصل حضرتك ايه ان الدكتور عشان يبرئ صحته وما يبقاش وقع في الخطا يقول لك اشتباه كورونا، طلع يثبت العكس. يثبت العكس امتى حضرتك بقى؟ من 3 ل 5 ايام 7 بحد اقصى 10 ايام، اللي هي لو عمل التحاليل اللازمه واللي هي تقول ان في كورونا من عدمه، انا بعتبر ان كل التحاليل مش مؤكده للاصابه بالكورونا. ازاي حضرتك؟ في تحاليل يعني كل يعني مثلا المسحه، ودي اهم شيء بالظبط. للاسف يا دكتور شيء. في ناس كثيره كانت عندهم كورونا عملوا المسحه مرتين وتطلع سلبي. وتطلع سلبي تمام. هقول لحضرتك ازاي بتطلع سلبي وازاي بتطلع ايجابي. يعني ممكن الانسان يصاب بالكورونا ويعمل المسحه مره واثنين وثلاثه وعشرة وتطلع ايجابي وهو سليم جدا ما فيهوش اي حاجه. بلاش ناهيك عن كده. ممكن حضرتك الناس اللي رايحين يسافروا مش قبلها ب 48 ساعه ما عندوش اي حاجه ومعاه تذكره الطيران ويعمل المسحه تطلع ايه؟ ايجابيه. فيمنع، ما عندوش اي مشكله صح. لكن وما عندوش اي اعراض. هنا ما ظهرش عليه الاعراض لانه فتره حضانه وممكن مناعته قويه بالدرجه انه مش هتظهر عليه اي اعراض. تمام. فبياخد فترته من 10 ل 14 يوم. وحتى عندنا حضرتك في وزاره الصحه دلوقتي كنا الاول نعمل مسحه واثنين وثلاثه، لا، ما احيانا البي سي ار الجهاز ده اصم، هو ما بيفكرش زينا، هو بيعد الفيروسات الميتة والفيروسات الحية. ما تفرقش، ما ممكن اللي بيعده ده فيروسات ميتة فتلاقي الشارت أو الكيرف بتاع الفيروس عالي، لكن بتبقى ديد فيروسز. يعني أذكر أن في أخ وصديق المقدم إسلام كان في الشرطة وجالي، وكل مرة يعمل التحليل البي سي آر تطلع إيجابي، اخد اجازه 3 شهور. فانا بقول له اسلام بيه ما تقلقش، انت ما عندكش الفيروس، انت عندك الفيروسات ميته. تداركوا الامر فيما بعد، قال لك بعد اليوم العاشر خلاص العيان شفي تماما او ال 14 ولا حاجه للمسح. مش هو ده اللي بيحصل دلوقتي؟ ايوه تمام صح. ولا حاجه للمسح. دي حقيقه. انا من اول الناس اللي بشروا قالوا مش شرط المسحه الثانيه، هي كفين المسحه الاولى. المسحه الثانيه دي ممكن يكون الفيروس ميت وما عندوش اي مشاكل صحيه يمارس عمله وهو غير قابل لانتشار العدوى، ما يقدرش ينشر العدوى لان الفيروس ميت مش هيقدر ينقله. انه يقدر ينقل. لكن برضو طب سعادتك يعني برضو احب اقول معلومه مهمه جدا، ان المسحه نفسها 65% بتدي درجه معقوليه ليها، يعني ان انا اصدق او ما اصدقش 65%. النسبه قليله، النسبه مش كتيرة. صح. لكن النقطه ان الاهم والمهم المناعه المجتمعيه اللي بيحددها المجتمع. صح. او المناعه الجمعيه اللي هي دلوقتي وصلنا 70-80% من الاصابه، فكل المجتمع يبقى عنده مناعه ضد هذا الفيروس تحديدا بدون ما يتحور. ده اكيد يا دكتور احمد. معانا اتصال تليفوني استاذه جورجيت. اتفضل. اهلا بيك استاذه جورجيت. الو الو. ايوه ازيك يا استاذه، وشاكرين على البرنامج الجميل ده. شكرا لحضرتك. ميرسي. اللي بيمدنا بالمعلومات الجميله دي. يا ربنا. انا بس ليا سؤال عند الدكتور لو سمحتي. اتفضلي الدكتور احمد سامعك. ربنا يخليكي. انا بسأل حضرتك يا دكتور، احنا انا وجوزي امراض مزمنه. تمام. فاحنا خدنا جرعتين أسترازينيكا. هو طبعا بيقال ان يعني الفايزر او الجونسون او كده اكثر فعاليه. شوفي حضرتك، يعني انا احب اطمن حضرتك،
يعني ده بالنسبه لل هاي يا استاذه جورجيت. انا ليا جزئيه صغيره كمان. اتفضلي. لما تحصل جرعه تنشيطيه لازم ناخد من الاسترازينيكا نفسه ولا ممكن نغير لفاكسين تاني؟ وشكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك وميرسي لسؤالك. ربنا يخليك. ميرسي لحضرتك. شكرا لحضرتك يا استاذه جورجيت، سالت سؤال مهم, مهم جدا جدا فعلا جدا. ان انا خدت تطعيمين مثلا استرازينيكا، طب البوستر دوز او الجرعه التنشيطيه او التحفيزيه ينفع اخدها فاكسين تاني؟ اه ينفع، ما فيش ادنى مشكله، وده امر محمود يعني مش هنقول لا وحش. بس يكون فترات بينهم قد ايه؟ مش يعني مش اقل من 3 شهور. 3 شهور وبالذات كمان بعد الاصابه بالكورونا. يعني احنا لما بناخد التطعيم حضرتك والساده المشاهدين، احنا بناخد الفاكسين في صورة ضعيفة عشان أحفز مناعة الجسم يعمل لي أنتي بوديز، سواء الخلايا التائية أو التي هيلبر أو التي سابريسورز، تبتدي تزيد عشان تديني المناعة، بحيث لما يجي لي الفيروس الحقيقي أبقى أنا عندي قدرة على مواجهته بجد. فيعني برضو اللي جاله، يعني مش مثلا أنا خدت الفاكسين خلاص انا الله انا مش هيجي لي مش هيجي. في للاسف الناس اهملت بسبب الموضوع لا ده. لا 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 لا، ده كده اعتقاد خاطئ يجب تصحيحه، ان لازم ابتعد عن اتخذ كافه الوسائل الاحترازيه والبعد عن مصادر العدوى، ده مهم جدا واساسي. لكن هو بنبشر ان الاقل حده للمرض واقل للمضاعفات وتكاد تكون معدومة نسبة الوفيات، لكن كل شيء وارد في العلم. يعني زي ما بنقول اختلاف الأئمة رحمة، اختلاف العلم نفسه رحمة، الاثنين مهمين. يعني ممكن بحث النهاردة يطلع بيقول الكورونا الفاكسين ده كويس، يجي بحث يناقضه يقول لك لا الفاكسين ده مش عشان تحت الدراسه لسه. بالظبط، لسه احنا قيد الدراسه. وحضرتك الفاكسينات كلها للأسف إحنا بنستخدمها عشان إحنا في خطة طوارئ دولية أو في وسط الجائحة، فالمفترض إن أنا بجرب الفاكسين ده وعلى البني أدمين في المرحلة السادسة، لكن بسبب وجود جائحة عالمية إحنا بنبتدي ندي الفاكسين في المرحلة الثالثة بدون تجريب على الحيوانات. وكل الفاكسينات إلى حد ما آمنة ما لم تكن هناك أمراض مزمنة يجب استبيانها. هي وزوجها بالظبط اصحاب امراض مزمنه، بدليل ان هم خدت التطعيم جرعتين وكويس. بالظبط. وحضرتك لما تاخد الجرعه الثالثه، لو خدت فايزر او اي او جونسون او اي جرعه ثانيه تنشيطيه او تعزيزيه، لا خوف ولا قلق. يعني فايزر وجونسون ما تقلقش منه بعد ما اخذت استرازينيكا. لو احنا اتكلمنا عن الفاكسينات، هم ليهم طرق مختلفة، أربع طرق، اللي هو السبوتنيك والسينوفارم وسينوفاك. دول متخذين أو الفاكسين بالطريقة التقليدية اللي هي لايف اتنويتد، آسف، كيلد فاكسين، اللي هو كيلد فيروسز، اللي هو الفيروسات المقتولة اللي بتغش الجسم عشان يديني المناعة الطبيعية. أما بقية التطعيمات أسترازينيكا أو الباقي موديرنا او جونسون، ده معمول بطريقه تقنيه حديثه اسمها النانو تكنولوجي، ان انا او الماسنجر ار ان اي، ان انا باخد السبايك بروتين بتاع الفيروس اللي هو الكورونا واركبه على ادينو فيروس او فيروس من فيروسات الانفلونزا، فيحصل ايه؟ لكن النيوكليك اسيد بتاع الكورونا مش موجود، وده الاهم، فبيدخل الجسم عن طريق فيروس البرد ده اللي مدخله سبايك بروتين، فيديني نفس المناعة بتاعت. لكن هي مرحلة، يعني وسيلة جديدة، هتظهر أثرها إمتى؟ بعد سنة، بعد اتنين، بعد تلاتة. إحنا بانتظار العلم والأبحاث، لكن كله في النهاية يؤدي إلى الفائدة والاحتماء من الآثار والمضاعفات بتاعت الفيروس. في ناس تقولك يا دكتور، طب ما انا جاتلي كورونا وجاتلي كورونا وما حسيتش بيها وعديت، يبقى انا لازم اخد اللقاح. وفي ناس تانية تقولك طب انا حتى لو جاتلي كورونا اخد اللقاح بعد قد ايه؟ تمام. وفي ناس بتاخد اللقاح وللاسف ما بتبقاش عارفه او عندها اعراض، وبتبقى بتروح تاخد اللقاح وبتتعب بزياده مش عشان اللقاح، بتبقى للاسف عندها كورونا ومش عارفه.
هو كذا سؤال بقى اقع عليا. لا لا ده بالعكس حضرتك يعني ما شاء الله مذيعه يعني متحدثه ولا ربنا يخليك. لا بس عشان هيدي اسئله الناس ده يسعدني انا كمحاور. ربنا يخليك يعني. يا دكتور حضرتك اللي خد الدور احب ابشر الساده المشاهدين بحسب قوه الدور يعني يا اما الحمل الفيروس اللي انت خدته قليل فيظهر المناعه عندك قدرت تتحكم فيه وخدت الدور بسرعه في خلال 3 ايام. احيانا الحمل الفيروسي او الجرعه اللي انت خدتها من العدوى من الغير بتبقى اقوى فهنا يبقى التفاعل ايه اشد واقوى. اشد واقوى طبعا. وبرضو ابشر الساده المشاهدين وحضرتك ان كل ما يكون التفاعل شديد ونجينا من المضاعفات يبقى اذا هنا مناعتك قويه جدا. نفترض جالك كورونا ايه ده يعني لو جاله شديد عليه يا دكتور كده مناعته قويه؟ قويه جدا. ياه. اه طبعا هما لما اتنين يعني جيشين اقوياء بيتخانقوا مع بعض مش كل ما يكون طالت المده واشتدت الحرب كل ما يكون كل ما نقول الاتنين اقوياء بالظبط يعني زي هنقول ايه نمثلهم بالاهلي والزمالك جمهورنا وجمهورنا طبعا حد بيسكت. انت مثلت اكتر الاتنين يعني فعلا جامدين رغم ان انا ماليش في الكوره خالص بس بقول لحضرتك يعني تلاقي الملعب مشتعل صح طول عشان المباراه اتنين اقوياء. طب اتنين فرقتين مش معروفين هل وفي تنافس بين ما تلاقيش الحراره ولا التشجيع ولا القوه كذلك المناعه جوه الجسم كل ما تكون الفيروسات اللي دخلت اكتر ومناعه الجسم قويه جدا بيبقى الاعراض اشد دي معناها في صالح المريض مش ضده لكن يحترس انه يجب ان هو يتوجه لاقرب طبيب حميات او امراض صدريه او مستشفى حميات او مستشفيات حكوميه كعامه عشان العزل او بالظبط بالعزل عشان الاقدر الناس على اكتشاف مثل هذه الامراض هم اطباء الحميات اولا طبعا لان هم اللي بيواجهوا الاوبئه سواء من يعني انا خريج 85 عاصرت اوبئه كتير في حميات اسماعيليه وحميات العباسيه اشد خطرا بس ما كانش ملقي عليها الضوء زي الكورونا في هذه الاونه. ودكتور مش باين على حضرتك فعلا بجد. طب دكتور احمد معانا اتصال تليفون استاذه نهله. الو يا استاذه نهله. الصوت مش واضح يا استاذه نهله ممكن لو حضرتك فاتحه التلفزيون تقفليه خالص. تمام كده تمام كده الصوت كويس. ايوه مع حضرتك. اتفضلي سؤالك يا استاذه نهله. بسأل دكتور احمد لو حد عنده زقفه حمراء وغلطات لو اخذ اللقاح هيأثر عليه حاجه ولا عادي؟ غلطات وايه يا استاذه نهله؟ جلطه في المخ او جلطه في القلب وزقفه حمراء. تمام وزقفه حمراء. عندك اي سؤال تاني يا استاذه نهله للدكتور احمد؟ لا عندك اي سؤال يا دكتور؟ تمام لا اتفضلي حضرتك. شكرا لك. هو الذئبه الحمراء او سيستميك لوبس من الامراض المزمنه اللي يستدعي علاجها بالكورتيزون. الوزارة الصحة تفضلت مشكورة بتبقى بتدي بيان واستبيان كوتشينير سواء عند إملاءه في الموقع بتاعها الخاص بيه أو عند إعطاء الجرعة. الكوتشينير أمراض مزمنة أو أمراض وراثية أو أمراض قلب أو كورتيزون أو كانسر أو أي whatever it is كل ده بيتحط في الحسبان ومن الأنسب إن احنا بندي لهذه الحالات اللايف الكيلد فاكسين اللي هو سينوفارم او سبوتنيك او سينوفاك. ده يبقى امن ليهم بس تماماً لازم برضو تماماً ياخدوا اللقاح. ما تمام بس لازم دايما بيقول لك يا دكتور بيسالوهم وبيبقى في جميع المراكز بصراحه بيبقى في ورقه كده مكتوبه يسالهم انت بالظبط انتوا اوريدي الامراض المزمنه ايه بس بيسالوهم كمان حاجه زياده عن اللي مكتوب في الورقه يا ترى بياخدوا جرعات كورتيزون ولا لا. تمام لان اي مريض بياخد كورتيزون ده احنا ساعات عشان في امراض ما يعني ما بيبقاش المرض كبير قوي بياخدوا يضطروا فيه كورتيزون تمام او بيبقى اخد الكورتيزون وموقفه. حضرتك الكورتيزون ده على قد ما هو لايف سيفنج على قد ما هو اميونو سبريسنت يعني على قد ما هو وسيله من وسائل انقاذ المريض واعطائه حياه باذن الله على قد ما هو بيقلل المناعه الطبيعيه في الجسم عشان كده بنسمي مرضى الكورتيزون اميونو كومبرومايز بيشنتس عيانين فاقدي جزء كبير من مناعتهم فعشان كده يجب الاحتراس والاحتراز ان احنا بنديه ايه حضرتك بنديه سينوفاك او سينوفارم او سبوتنيك المصري او الصيني او الصين او السوفيتي. ماشي يا دكتور معانا اتصال تليفون يا دكتور احمد استاذ محمود. الو
السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ محمود. كنت حضرتك كنت عاوز اسال الدكتور. اتفضل الدكتور سامعك. كنت عاوز اسال الدكتور حضرتك على موضوع الحقنه. انا عندي نوع من نوع حساسيه اسمها ابتكاريا. تمام الف سلامه لحضرتك. ابتكاريا انا اخد الحقنه دي. استاذ محمود أكلمك. استاذ محمود الف سلامه حضرتك. ممكن بس توطي التلفزيون لو عندك اي سؤال تاني. الله يخليك. حاضر لا هو ده بس حضرتك السؤال ده. طب الف سلامه لحضرتك والدكتور هيجاوبك. شكرا اتصالك. الف سلامه وشكرا لاتصالك. حضرتك الارتكاريا نوع من انواع الحساسيات يستلزم علاجها احيانا انتي هيستامينك او ضد الهيستامين او حسب ما يتراءى للطبيب المختص. المشكلة لو سعادتك بتاخد كورتيزون هنا بتبقى في فئة الاميون كومبرومايز او المناعة القليلة. بس مش الكورتيزون الموضعي يا دكتور، يعني مش اللي بيتعمل على الجلد. الموضعي اقل تأثيرا بالزبط. لكن الوريد بتاخد حبوب او العضل او الحبوب هو ده اللي بيبقى، او الكورتيزونات زي اللي هو البخاخات برضو بتدخل الدم وبتعمل تأثيراتها سواء وبتقلل الى حد ما. وبالذات دول بقى مرضى حساسية صدرية والجهاز التنفسي العلوي يا سفلي طبعا. تمام. هم دول بيبقى لهم التأثير الاكبر. هم دول برضو اللي بيبقى الاصابة وهم دول يا دكتور اللي بيبقى العين عليهم زي ما نقول لما بيجيلهم كورونا للاسف بيبقى الموضوع عندهم صعب جدا عشان هم اوريدي الجهاز التنفسي بتاعهم تعبان. مظبوط كده. فدكتور حضرتك بتقول لما بيجي شرسه الجهاز المناعي لما هو بقى بيتعرض لاعراض كبيره جدا الجهاز المناعي بيحارب ده. تمام. بس ليه؟ ما هو بيقول لك دايما ما انا بخف عن طريق الادويه، انا ما بخفش من نفسي، انا بخف عشان اخذت مضاد حيوي، بخف عشان اخذت ادويه كورتيزون، بخف علشان خاطر وبالذات زي ما احنا كنا بنتكلم عن مريض الحساسيه دايما بياخد حاجات لتوسيع الشعب الهوائيه عشان احنا عارفين ان ما بتيجي كورونا بتعمل جلطات في الرئه. تمام. شوفي حضرتك خليني اقول لحضرتك ان اللي حضرتك ذكرتيه مهم جدا. الاصابه بالكورونا ده في صالح المريض مش ضده، لكن احنا بنبقى متخوفين من نسبه المضاعفات لان تمام. في مايلد وفي مودريت وفي سيفير، يعني في بسيط وفي متوسط وفي شديد. احنا تمام. دايما نقول حتى لاولادنا او زمايلنا صغارين من النواب اهتم بالسيفير كيسز اوف كوفيد او الكورونا الحالات الشديده، انما الحالات البسيطه او المتوسطه حاول تعمل لها. وانا كنت من اوائل الناس اللي نادت بالعزل المنزلي في اول الجائحه. يمكن كتير من الزملاء وكتير من الناس عرضوني ازاي انت هيبقى في عزل منزلي ويبقى عرضه انه يعدي بقيه افراد الاسره. اولا الكورونا لما بتيجي الفرد مش كل افراد الاسره بتتصاب. بالظبط. لا دي حقيقه فعلا. بيبقى 2/10 او 3/10 زائد ان قلت لهم بالنص كده انتوا مش هتلحقوا على الاعداد اللي جايه. الكلام ده قلته السنه اللي فاتت او اللي قبلها في شهر يناير وقد كان اقر بعد كده العزل المنزلي وده امر عادي. يبقى اوضه جنب التواليت ويبقى قاعد لوحده ويعمل هو تهويه ويعمل عزل ذاتي احسن منه يتحجز في المستشفى. اللي انا بقول عليهم ايه؟ مش كل الحالات برضه عشان بس المايلد والمودريت. البسيطه والمتوسطه اكيد. اما والاكسجين ما يقلش في الدم عن 92 اما لو قل عن 90 واجب الذهاب للمستشفى لان هذا المريض قد يحتاج لرعايه متوسطه او رعايه مركزه كبرى وقد يحتاج الى فنتليتور او التنفس الصناعي. ويجب ان احنا كل ما بنبدا بدري كل ما العيان فرصته في الحياه او النجاه بتبقى اكتر وده الافضل. زي ما احنا كنا بنتكلم يا دكتور احمد ان التحور دلوقتي كان بيجي كمان نزلات معويه. تمام. التحور الجديد بيحدث لاغلبيه الناس دلوقتي دايما يقول لك انا عندي مغص شديد، انا عندي اسهال بشكل مستمر، دي برضو من اعراض الكورونا؟ دي المتحور الجديد، يعني السنه اللي فاتت واللي قبلها كان متحور خاص بالجهاز التنفسي فقط. لما تحور حضرتك بقى يصيب الجهاز الهضمي كمان. فبيجي العيان يشتكي ولا دي من دلتا ولا ده التحور بتاع ده الدلتا. دلتا كوفيد بلس. ده حضرتك التحور الثاني ليه او الثالث. يجي العيان يشتكي من مغص ورغبه في الترجيع مع سخونه مع صداع مع الام مبرحه بالعضلات مع عدم قدره على التركيز مع اسهال مائي شديد.
مع فقدان، لا ننسى بالأهمية فقدان حاسة الشم والتذوق والتذوق. لكن مش معنى ان انا فقدت حاسة الشم والتذوق معناه ان عندي كورونا، لا. ممكن لو دور انفلونزا برضه يا دكتور، الاصحاب اللي هم عندهم حساسيه يعني او جيوب انفيه بالظبط، للاسف تمام. في الوقت الازمه بتاعه الجيوب الانفيه بيفقدوا حاسه الشم والتذوق. احنا زمان لما كنا نصاب بالبرد او بالزكام انا مش عارفه مش عارفه اشم حاجه ولا عارفه استطعم اي شيء. تمام، احنا نسينا الكلام ده عشان الجائحة كانت أقوى مننا جميعا. صح. لكن مش معنى كده أن أنا أستسهل الأمر، لا، التزم بالخطوات الاحترازية والجأ للطبيب المختص المتابع ليك في العيادة أو في المستشفى أو في أي مكان، المهم يبقى في مراجعة للطبيب. طب دكتور لو حد بقى أصيب، يعني يا ترى بقى الفترات اللي هي في الأول هي اللي بتبقى خطر ويبتدي يهتم فترة في الخمس أيام الأولين، ولا برضو لو فضل مستمر معاه التعب؟ عشان زي ما حضرتك عارف إن هو في ناس للأسف بتقعد أكتر من 10 أيام، وبالذات زي ما احنا بنقول أصحاب الأمراض المزمنة واللي عندهم مشاكل صحية في الشرايين وفي الجلطات والكلام ده كله، للأسف لما بيصيبوا بكورونا بيبقى المدة عندهم أطول من 10 أيام. تمام، لأن هنا حضرتك بيبقى داخل في طور ما بعد الإصابة بالكورونا مضاعفات. أكيد. سواء التهابات رئوية أو تليفات رئوية، يعني مش عايز أقول لحضرتك ممكن يمتد للشهور وقد تمتد للسنة، بالذات لو حصل تليف في الحويصلات الهوائية للرئة أو للرئتين. هنا بيطول العلاج، وعشان كده ابتدينا نضيف كولتشيسين عشان يمنع التهابات الرئة وتليفها. بنمشي عليه فترة لأمراض الصدرية وبالذات اللي عندهم ربو أو التهابات شعبية. حضرتك مهم جدا قوي أن أنا أهتم بالمريض ده ما بعد التعافي. أول من 3 لـ5 أيام حضرتك بيبقى أعراضه نزلت بردية انفلونزا، كل ده جايز. لكن أنا لما بعمل التحاليل ويرجع مرجعنا للتحاليل، أن أنا بشوف السيرم فيريتين والدي دايمر بتاع المريض ده، الدي دايمر لو عالي يبقى فيه احتمالية أكتر من 4/10، يبقى فيه احتمالية. بس يرجع للطبيب أو المستشفى المختصة أو الحميات أو الصدر للتأكد، يعني مش عايزين كل حاجة نعملها من نفسنا. لكن طب يا دكتور، حد يسألني طب يا دكتور ما نعمل إشعة مقطعية؟ اولا الاشعه المقطعيه مش كل شيء في الكورونا. حضرتك الاشعه المقطعيه المريض بيتعرض، عشان كده ممنوع منعا باتا يتعمل اشعه مقطعيه لاي واحده حامل. ليه؟ عشان لها تاثير ضار للجنين وعلى الام، لان كون ان الام تتعرض للاشعه المقطعيه كانها تعرضت ل70 ام سي في، وحده قياس الاشعاعات. اما لو عملت إشعة عادية حتى وهي حامل فهي تعرضت لواحد ام سي في لوحدة الإشعة. فعشان كده أنا مش من الناس اللي بيحبوا الإشعاعات المقطعية عمال على بطال، لا، دي أنا بطلبها في حالات محددة وحالات ضيقة، اللي هي حالات السيفير. لما ساعات حد يجي لي المستشفى أو في العيادة يقول لي دكتور أحمد أنا عملت إشعة مقطعية، قالوا لي اشتباه، لا، حتى لو مكتوب لي كوراد 5 او 3 مش شرط. يعني انا الحاله الاكلينيكيه اللي عليها المريض هي الاساس. بعض التحاليل تؤدي، يعني انا لما اجي اعمل العيان صوره دم كامله مهمه جدا، وسي ار بي مهم، واي اس ار مهم، عشان اشوف قد ايه مدى الالتهاب. يعني لما الاقي كرات الدم البيضاء قلت او الليمفوسايتس قلت عند المريض، هنا يستوجب الحذر وان انا اهتم بالمريض واسمعه بدقه واشوف. لو لقيت الاكسجين قليل او الاشعه مش كما ينبغي، هنا واجب تحويله المستشفى فورا ودخوله سواء رعايه متوسطه او رعايه عاديه، او يدخل قسم عادي. مش شرط، يعني مش عايز اقول يعني كل العيانين لازم يدخلوا المستشفى، والا هاو كان ازاي هنقدر نوفر ده؟ لو تفتكروا حضرتك ايام الوزير الاستاذ دكتور حاتم الجبلي لما كان في انفلونزا الخنازير والطيور، كان قال لك احنا هنفضي فيما بعد المدارس والمكاتب والحاجات دي وهنخليهم في امان. ازاي؟ اكيد. يعني كل وباء بيجي او جائحه له من الاحتياطات والاحترازات المهمه اللي بتتخذها الدوله
في إدارة الأزمات. أيوة بالظبط، إدارة الأزمة دي مهمة جدا. ده أكيد، وبصراحة يعني وزارة الصحة والدولة عملت مجهود رائع الحمد لله بفضل دعم الإدارة. يعني إحنا كنا يعني كنا شايفين الدول المتقدمة متبهدلة، وفي مصر كانت الدنيا نشكر ربنا كان في استقرار جامد. طب ناخد اتصال تليفون. أستاذة سعاد ألو. أهلا. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذة سعاد، سؤالك. لو سمحت انا عايز اسال الدكتور، بس بنتي شغاله في السيستم اللي في القصر العيني، فاتطعمت هناك مرتين وبيقولوا لها لازم يحصل عليك اعراض. طب يعني استاذه سعاد انت الصوت بس بيرجع معانا علشان انت فاتحه التلفزيون بصوت عالي، ممكن توطي التلفزيون خالص وتسمعني من التليفون بعد اذنك؟ حاضر. اشكرك. حاضر اسال. شكرا لله. انا بنتي اتطعمت في القصر العيني مرتين وقالوا لها لازم يحصل عندك اعراض مثلا حراره وحاجات كده، فما حصلهاش حاجه من دي. يا ترى ده خلل في التطعيم ولا فيها ولا ايه؟ تمام. هي عندها 43 سنه شغاله في السيستم بتاع القصر العيني. ربنا شكرا. تمام. شكرا لاتصالك، ويعني دي حاجه بتهيألي مؤشر كويس. هو مؤشر طيب بجد يعني. مش شكرا استاذه سعاد لاتصالك. شكرا لاتصالك. بص حضرتك، شوف حضرتك، كون ان ما حصلهاش اي اعراض ما يدينيش انطباع ان التطعيم ده غير فعال، او بالعكس هي مناعه اللي خد التطعيم قويه فما ظهرش عليه بعض الاعراض اللي قد تغيب. بالظبط زي هقول لحضرتك نمثلها بصوره ايه تانية، وما تنسيش ان هي شغاله في مستشفى او في سنتر. اللي بيشغل في مستشفى ده بيتعرض لجرعات قليله من اي مرض، بيبقى ماشي جرعات بسيطه فبيديله مناعه ذاتيه قويه، فلازم الاعراض تبقى اقل مما هو متبع مع الاخرين. زائد لو جبنا حداد، الحداد دايما ايده في النار على طول، فطبقه الجلد عنده خلاص خدت الحراره ونشفت. لما يمسك حاجه سخنه بيتلسع؟ لا، لكن لو انا مسكتها بتلسع. طب ليه؟ لان هو اكليماتايز وتكون عنده طبقات مناعيه تكفيه شر انه يحس بالالم. فهي بالظبط متعرضها الدائم لبكتيريا وفيروسات و و و الى اخره، اداها مناعه ذاتيه ربنا كرمها بيها فتقدر تتاقلم مع اي تطعيم، مو مش شرط يجي لها اي اعراض. لكن في المجمل وفي الطبيعي ان لازم بيجي للمريض بعض السخونيه، بعض الام العضلات، بعض الاعراض الجانبيه، احمرار مكان الحقن، وده الطبيعي. لكن لو ما حصلش برضه طبيعي.